بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. مجالس شهر رمضان الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصيام له آداب، فلا يكفي أن الإنسان يمسك عن الطعام والشراب والمباحات، هذا شيء لا بد منه، ولكن لا يكفي حتى يمسك عن المحرمات. إذا كان ممنوعا من المباحات والطيبات من الأكل والشرب وما أباح الله له، فكيف لا يمسك عن المحرمات؟ محرمات يجب الإمساك عنها دائما وأبدا للصائم ولغيره، لأنها محرمات وهي حدود الله عز وجل. قد قال الله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، أي محرماته لا تقربوها، لم يقل لا تقعوا فيها، أو قال لا تقربوها، يعني ابتعدوا عن حدودها وعن الأسباب الموصلة إليها احتياطا. فلهذا جاء في الحديث: من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فيبتعد المسلم عن المحرمات وأسبابها في حالة الصيام وفي غير حالة الصيام وطول حياته وطول عمره دائما وأبدا، ولكن الصائم آكد في تجنبها محافظة على صيامه، لأنها مع كونها محرمات وكونها يأثم من ارتكبها ويعاقب، فإنها تؤثر على الصيام، تؤثر على العبادة، وقد تذهب بأجرها، فلا يبقى للصائم أجر مع تعبه وتركه للطعام والشراب، ومع جوعه وعطشه لا يكتب له أجر. هذه خسارة عظيمة، يتعب ولا يكتب له أجر. نعم، لا يكتب له أجر إذا لم يمتنع عن المحرمات. بعض الناس يهون عليه أنه يترك الطعام والشراب، لكن لا يهون عليه أنه يترك الغيبة والنميمة والشتم وقول الزور والكلام المحرم. تجده وهو صائم يطلق لسانه في الكلام البذيء والكلام المحرم والغيبة والنميمة والسباب، لا يتورع عن ذلك مع أنه صائم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكن يوم صوم أحدكم ويوم فطره سوى. قال عليه الصلاة والسلام: فإن سابه أحد أو شاتمه أحد فليقل إني صائم، إني صائم، فلا يرد على من سبه ولا يشتم من شتمه، وإن كان ذلك جائزا وقصاصا، لكن الصائم يترك هذا ولا ينتصر لنفسه بأن يسب من سبه أو يشتم من شتمه، حفاظا على صيامه. فإذا كان هذا لا يجوز من باب القصاص وأخذ الحق، فكيف لمن هو المعتدي وهو الظالم، هو الذي يتطاول على الناس بلسانه وكلامه؟ وقد سمعتم حديث المرأتين اللتين كادتا أن تموتا من شدة العطش، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنهما، ثم إنهما ذكرتا له مرة ثانية، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس شناعة الغيبة والنميمة، فدعا بهما، فأمر إحداهما أن تقي، يعني تستفرغ ما في جوفها، استفرغت نصف قدح قيحا وصديدا ودما عبيطا، ثم أمر الأخرى فقاءت فملأت القدح. عند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا المنظر البشع الذي هو معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم،
قال إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما، يعني من الطعام والشراب والمباحات، وأفطرتا يعني تركتا ما أباح الله وأفطرتا على ما حرم الله، فدل على أن الغيبة تفطر الصائم. أفطرتا على ما حرم الله عليهما، جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس. هما صائمتان عن الطعام والشراب لكنهما مفطرتان بالغيبة والنميمة، بمعنى أنه لا فائدة من صيامهما. فهذا مثال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه لأمته، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. فلو أن هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم تقيأوا لملأوا الدنيا من القيح والصديد، ولظهرت منهم العجائب، ولكن الله سترها عنا، ولكنها محفوظة لديه سبحانه وتعالى. وأيضا هؤلاء يتعبون بلا فائدة، يصومون ولكن ليس لهم أجر عند الله سبحانه وتعالى، لأنهم ظلموا واعتدوا. إذا كان هذا شأن الغيبة والنميمة، فغيرهما مثلهما أو أشد من الكلام المحرم، هذا في اللسان. والمطلوب من الصائم أن يشغل لسانه بذكر الله وبتلاوة القرآن وبالكلام الطيب حتى يحافظ على صيامه ويسلم من لسانه، فإن آفة اللسان أعظم الآفات. قد قال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. الإنسان يتهاون بالكلام ولا يحسب له حسابا، ولكنه هو أخطر شيء عليه. اللسان هذا مثل السيف بين الحنكين، هذا اللسان الذي في فمك هذا أخطر من السيف، يحصد حسناتك ويأكل أعمالك ويوردك النار يوم القيامة. لسانك، فاحفظ لسانك في حالة الإفطار وفي حالة الصيام، احتفظ من لسانك أشد التحفظ. فقد قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول، سواء كان قولا طيبا وذكرا لله عز وجل، فهذا يكتب لك، اكتبه ملك الحسنات الذي عن اليمين، عن اليمين وعن الشمال قعيد، واحد عن يمينك يكتب الحسنات والآخر عن يسارك يكتب السيئات. فإذا تكلمت بكلام طيب وذكر لله عز وجل كتبه ملك الحسنات الذي عن يمينك، وإذا تكلمت بالكلام المحرم والغيبة والنميمة والسباب والشتم والكذب كتبه ملك السيئات الذي يكتب السيئات ويدون عليك. هذا كلامك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فاحفظ لسانك وتحفظ منه. ثم أيضا النظر، بعض الناس يتساهل في النظر، ينظر إلى ما حرم الله، والنظر سهم من مسموم، سهم مسموم من سهام إبليس، سهم يعني قذيفة. السهم معناه الذي يقذف به، يرمى به العدو. فنظرك سهم يعني قذيفة تقذفها وترسلها. من تصيب هذه القذيفة؟ تصيب قلبك، تصيب قلبك، أنت المصاب، وأنت الذي ترمي هذا السهم إلى قلبك وفؤادك. سهم مسموم من سهام إبليس ينفذ إلى قلبك إذا أرسلته إلى ما حرم الله، وإذا غضبته سلمت من شره. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. غض البصر، لا تطلق بصرك إلى ما حرم الله، سواء كنت صائما أو مفطرا، غض بصرك عما حرم الله عليك. لا تنظر إلى الفتن المفاتن وإلى النساء وإلى الصور الفاتنة
ولا تنظر إلى الشاشات القبيحة التي تعرض الفجور وتعرض السفور وتعرض العهر وتعرض الشر، تأتي به من كل مكان، وأنت تنظر إليه تتساهل في هذا الأمر، تقول أنا بقضي وقتي، أنا بوسع صدري. والله ما وسعت صدرك، وإنما ضيقت على نفسك وأهلكت نفسك. وهذه المناظر التي تراها هذه في قلبك تصيب قلبك حتى يمرض وحتى يموت من مشاهدتها. غض بصرك عما حرم الله عز وجل. ولا يظن بعض الناس إن هذا محرم في النهار فقط ما دام صائما، وفي الليل ما يخالف يسهر عليه. أنت تفسد في الليل ما عملته في النهار، أنت تحصد في الليل ما زرعته في النهار. فغض بصرك في الليل والنهار عن هذه المناظر القبيحة. نحن في زمان فتن وفي زمان شرور، حدثت فتن ما كانت معروفة عند السابقين والأولين، حدثت شرور ما كانت معلومة، وكلما تأخر الزمان وقرب قيام الساعة جاءت فتن عظيمة. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، علينا أن نخلي بيوتنا من هذه الآلات المدمرة، وأن نخلي سطوحنا من هذه الفضائيات وهذه الدشوش القبيحة التي تصب الشر والعهر والفجور في بيوتنا، نسهر عليها نحن وأطفالنا ونساؤنا إلا من رحم الله عز وجل. أين الصيام؟ أين طاعة الله؟ أين ذكر الله سبحانه وتعالى؟ أنت مؤمن، هل تصبح مثل الكفار الذين غرتهم الحياة الدنيا وفرحوا بها وأعرضوا عن الآخرة؟ هم الذين يزرعون هذه الأشياء وأنت الذي تأكلها وترعاها، يزرعون لك ويبذرون لك وأن تأكل. هم كفار وأن تنتسب إلى الإسلام، فكيف تضيع دينك وتتبع هؤلاء وتجلب هذا الشر إلى بيتك وإلى أهلك وإلى؟ فليتق المسلم ربه عز وجل. كذلك الاستماع إلى الحرام، استماع إلى المعازف والمغنيات والمطربات والمطربين وصوت فلان وصوت فلانة والأغنية الفلانية، بناتنا بنات المسلمين يكلمنا الإذاعة ويطلب أغنية فلان وفلانة وتهديها إلى أقاربها، بئس الهدية، تهديها إلى أقاربها أغنية فلان وأغنية فلان، بل قد تهديها إلى أمواتها. هذا من غرور الشيطان ومن فتن الشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلينا أن نتقي الله عز وجل، وأن نحافظ على ديننا عموما، وعلى صيامنا خاصة، وعلى شهرنا بالأخص. نسأل الله يوفق الجميع لما يحبه ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم له شمائل وخصائص وصفات عظيمة لا يشاركه فيها غيره، لأن الله اصطفاه واختاره لرسالته وهداية خلقه، فجبله على خير الخصال وطيب الصفات، فكان في كل مجال من مجالات الخير لا يسبق عليه الصلاة والسلام، لا في صلاة الليل ولا في صيام النهار ولا في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر الخير، ولا في الجهاد في سبيل الله عز وجل، ولا في الإنفاق في سبيل الله. كان في كل مجال من مجالات الخير لا يسبقه أحد عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أنه كان ينفق الأموال في سبيل الله عز وجل، فإنه صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه الأموال
الكثيرة من الجهاد والمغانم والموارد التي فتحها الله عليه، وكان لا يدخر منها شيئا لنفسه، بل كان يجوع صلى الله عليه وسلم، وكان يستدين الطعام يشتريه بثمن مؤجل يستدين لأهله ولبيته. وأما الأموال التي تأتيه مما لله عز وجل فإنه كان ينفقها في سبيل الله لا يدخر منها شيئا، وكان يعيش عيشة الفقراء ويبذل البذل الذي لا يستطيعه ملوك الدنيا. فكان صلى الله عليه وسلم ينفق المال الجهاد في سبيل الله، يجهز الغزاة ويعد العدة بالسلاح وغيره للمجاهدين، ويشتري الدواب والخيل والإبل للغزو في سبيل الله عز وجل، وكان ينفق على المحتاجين والفقراء والمساكين والضيوف الذين ينزلون به، وكان يعطي الكفار الذين يرجو إسلامهم يتألفهم على الإسلام فيعطيهم حتى يهديهم الله ويدخلون في الإسلام عن رغبة ومحبة. كان يتألفهم صلى الله عليه وسلم بالمال، كانوا يكرهونه ويبغضونه ويبغضون دعوته، فكان يعطيهم من مال الله ويعطيهم حتى يحبوه ويحبوا دعوته ويعلموا أنه رسول الله وأنه ما جاد بهذا المال إلا أنه رسول الله، ما أخذ شيئا لنفسه مع أنه تأتيه الأموال العظيمة، ولكنه كان ينفقها ولا يبقى عنده منها شيء. حتى إنه مرة صلى بالناس، فلما سلم قام مستعجلا حتى استغرب الصحابة رضي الله عنهم عجلته، ما كان من عادته، قام مستعجلا إلى بيته، فلما سئل أخبرهم أنه كان فيه شيء من المال، كان عنده شيء من المال ولم يخرجه، فبادر صلى الله عليه وسلم إلى إخراجه وإنفاقه وإيصاله إلى مستحقيه. ما كان يبيت عنده شيء من المال في بيته أو يخزن شيئا من المال، بل الأموال التي تأتيه من الجهاد ومن الموارد الشرعية كان ينفقها في سبيل الله عز وجل، ويعيش هو وأهله عيشة الفقراء، حتى إنه يأتي عليه الشهر والشهران لا توقد في بيته نار كما قالت عائشة رضي الله عنها، بل كانوا يتعيشون بالماء والتمر الأسودين، الماء والتمر، فيعيش في نفسه وأهله عيشة الفقراء ويستدين عليه الصلاة والسلام بالثمن المؤجل، ويرهن الرهن في الدين الذي عليه، ويأتيه الناس يطالبونه، ومنهم من يشتد عليه بالطلب ويتكلم، فيقابله صلى الله عليه وسلم بالكلام الطيب ويعطيه الزيادة على حقه ويقول خيركم أحسنكم قضاء، ويقول إن لصاحب الحق مقالا، وكان ما يأتيه من الأموال لا يستقر عنده ويعتبره ليس مالا له وإنما هو مال لله،
والله أمره، وهو قاسم عليه الصلاة والسلام، الله هو المعطي والرسول صلى الله عليه وسلم هو القاسم يقسم بين الناس، فكان يعطي ضعيف الإيمان حتى يقوى إيمانه، ويعطي الكافر الذي يرجى إسلامه حتى يسلم، فكان يعطي الكافر وهو يبغضه أشد البغض، فما يمسي حتى يكون أحب إليه من كل شيء، وكان يعطي الكافر الذي يكره الإسلام فما يمسي حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها، وكان يعطي الكفار الذين يخشى شرهم على المسلمين، يدفع شرهم عن المسلمين بذلك. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم، كان أجود الناس، وكان يتضاعف جوده في رمضان أكثر من غيره، حتى يكون صلى الله عليه وسلم في رمضان أجود من الريح المرسلة. فينبغي للمسلم أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم، وأن يستخدم هذا المال الذي أعطاه الله إياه، استخدمه في الخير، استخدمه في الإنفاق في سبيل الله، في إعطاء المحتاجين، وسد عوز المعوزين، وقضاء الدين عن المدينين المعسرين، وأن يعطي من يقوى بعطيته إيمانه، ويتألف من يرجى إسلامه، ينفق ماله في الدعوة إلى الله عز وجل، ومساعدة الدعاة الذين يدعون إلى الله على بصيرة، ويدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، يمدهم بالمال. وهناك الآن جمعيات خيرية، إذا تحقق الإنسان من حقيقتها وصدق القائمين عليها فإنه يعطيها من المال، لا من الزكاة، الزكاة هذه تصرف في المصارف التي ذكرها الله في القرآن الثمانية، لكن يعطيهم من التبرع، من التبرعات والصدقات التطوعية، يعطي هذه المراكز وهذه الجمعيات الخيرية الموثوقة، ويبني المشاريع الخيرية كالمساجد والمدارس والأربطة لطلاب العلم، يشتري الكتب المفيدة ويوزع على طلبة العلم وفي البلاد التي تحتاج إليها. فالمال إنما أعطاك الله إياه لتستخدمه وتنفقه فيما ينفعك في المستقبل وينفعك في الآخرة، ليس لك من مالك إلا ما قدمت، وأما ما تركته فهو لغيرك، فقدم لنفسك من هذا المال الذي أعطاك الله في وجوه الخير ووجوه البر والإحسان، ما تجده عند الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجر، والله جل وعلا يضاعف القليل يجعله كثيرا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. فالله جل وعلا يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الله يقترض منك، مع أنه هو الغني سبحانه، هو الذي أعطاك، ومعنى القرض أنك تقدم شيء من المال فيرجع إليك بدله، تدفع شيء من المال رجاء الثواب والأجر فيرجع إليك بدله،
الله جل وعلا يأخذ منك القرض ليرد عليك أضعافا مضاعفة، أضعافا كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والقرض معناه القطع، يعني تقطع شيء من مالك لله عز وجل فيرجع إليك عند الله مضاعفا أضعافا كثيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. المتاجرة مع الله رابحة بلا شك، المتاجرة مع الله رابحة أضعافا كثيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل. أما المتاجرة في أمور الدنيا فإنها تحت الخطر، قد يخسر الإنسان وقد يربح وقد يضيع ماله ولا يبقى له شيء. أما المتاجرة مع الله فهي مضمونة، لكن بشرط أن تصلح نيتك وقصدك، وأن تضع الصدقات في مواضعها طلبا للأجر والثواب بنية صادقة، وثق بأن الله لا يضيع لديه شيء. لكن الشأن في الإنسان ونيته وقصده. نسأل الله عز وجل يوفق الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة، علينا أن نتذكر سرعة مرور الليالي والأيام، ونعلم أن ذلك من أعمارنا، فكل يوم يمضي فإنه يحسب من أعمارنا. بالأمس دخل علينا شهر رمضان، واليوم يمضي العشر الأول منه وينتهي، فماذا أودعنا فيه؟ بماذا مضت هذه العشر؟ علينا أن نتفكر في ذلك ونحاسب أنفسنا، فإن كنا قد استفدنا من هذه العشر التي مضت وحفظناها بالصيام والقيام والأعمال الصالحة، فعلينا أن نكمل ما بقي من هذا الشهر حتى نستوفي أجره من الله سبحانه وتعالى. أما إذا كنا قصرنا في هذه العشر التي مضت فعلينا أن نستغفر الله وأن نتوب إليه وأن نندم على ما فات من تقصيرنا، فإن هذه الأيام التي مضت ستكون شاهدة علينا يوم القيامة، ستكون شاهدة علينا يوم القيامة. وهذه الأيام التي مضت ستعرض علينا يوم القيامة، ونرى ما أودعنا فيها من خير أو شر، من تضييع أو من حفظ، كسائر أيامنا على هذه الحياة. لكن أيام الفضائل لها مكانتها ولها ميزتها، وإلا في الحقيقة أن كل أيام المسلم، أن كل أيامه من رمضان وغيره غنيمة له، إذا هو استفاد منها أو خسارة عليه إذا هو ضيعها. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم سبحانه وتعالى وحلف سبحانه بالعصر الذي هو الزمان والوقت، وهو سبحانه يقسم بما شاء من خلقه، وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله. والله جل وعلا أقسم بالعصر لأهميته، لأن الله لا يقسم بشيء إلا له أهمية، ولا يحلف بشيء إلا من أجل أن
يتنبه الناس لأهمية هذا الشيء الذي أقسم به، أقسم بالعصر وهو الزمان لأهمية الزمان وأهمية العمر وأهمية الساعات والأوقات والأيام، فإنها مهمة جدا لمن وفقه الله عز وجل، أما من ضيعها فإنها تكون خسارة عليه. كثير من الناس يمل من طول الوقت ويقول نقتل الوقت، يضحكون ويمرحون ويسرحون، يقولون لأجل نقطع الوقت ولأجل أن نقتل الوقت، وقت الفراغ، ولا يدرون أن هذا الوقت أنه هو رأس مالهم وهو غنيمتهم من هذه الحياة، لكنهم يقتلونه كأنه عدو لهم. أما أهل الإيمان فإنهم يعتبرون هذا الوقت غنيمة لهم، فيعمرونه بالطاعة والأعمال الصالحة ويستغلونه قبل فواته. إن الإنسان، جميع الإنسان لم يستثني أحدا، لفي خسر، يعني في خسارة، إلا من اتصف بأربع صفات. الصفة الأولى الذين آمنوا، الذين آمنوا. الصفة الثانية عملوا الصالحات. الصفة الثالثة تواصوا بالحق. الصفة الرابعة تواصوا بالصبر. الذين آمنوا، آمنوا بالله عز وجل الإيمان الصحيح، ثم أتبعوا الإيمان بالعمل الصالح. أما إيمان بدون عمل فإنه لا ينفع صاحبه، فلا بد من الإيمان والعمل، والعمل داخل في الإيمان، ولكنه عطفه عليه من باب الاهتمام به، من عطف الشيء على نفسه اهتماما به. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي الأعمال الصالحات، وتواصوا بالحق، أمر بعضهم بعضا بالحق، ودعا بعضهم بعضا إلى الحق، فهذا يشمل الدعوة إلى الله، ويشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويشمل تعليم العلم النافع، نشر العلم النافع، هذا كله من التواصي بالحق. فالمسلمون يتواصون، يوصي بعضهم بعضا بالحق الذي هو الخير، الذي هو الصلاح، الذي هو الاستقامة، الذي هو العمل الصالح، يتواصون به، لأن أهم شيء عليهم هو الحق، وما عدا الحق فهو باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. فما كان مخالفا للحق فهو باطل من جميع الأمور. فالمؤمنون لمحبة بعضهم لبعض وشفقة بعضهم على بعض ما يكتفون بصلاحهم هم لأنفسهم، ما يكتفون بأنه يقول أنا ما علي إلا من نفسي، ولا علي إلا من عملي، ولا علي من الناس. هذه ليست صفة أهل الإيمان. أهل الإيمان يحبون لإخوانهم ما يحبونه لأنفسهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكما أنه يحب الخير لنفسه ويحب العمل الصالح ويعمل الأعمال الصالحة، فإنه يدعو إخوانه ويرغبهم ويدعوهم إلى الله ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، لأنه يريد لهم من الخير ما يريده لنفسه، ولا يقول هؤلاء كل على نفسه ولا علي منهم. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لأن الذي يوصي بالحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله وينشر الخير
يحتاج إلى صبر، إذا لم يكن معه صبر فإنه لا يستطيع أن يقوم بهذا العمل. يصبر على أذى الناس ويصبر على ما يلقاه في عمله معهم من المشقة ومن عدم استجابتهم له أو من تنقصهم له أو من مسبتهم له، يصبر على هذا، وهذا في سبيل الله عز وجل. تواصوا بالصبر كما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فالمؤمن يحتاج إلى صبر، والصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، فمن ليس عنده صبر ليس له دين، ما يبقى الدين ويستمر إلا مع الصبر عليه، والصبر على المشقات والصبر على الابتلاء والامتحان حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. صبر مع نفسه لإلزامها بالعمل الصالح، وصبر مع الناس في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليمهم وإرشادهم، وصبر على ما يناله من الألم، صبر على ما يناله من الألم والمشقة في سبيل العمل وفي سبيل الدعوة. فهذه أربع صفات، من اتصف بها سلم من هذه الخسارة، ومن فاتته هذه الصفات أو بعضها فإنه واقع في هذه الخسارة. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكل منا يعرض نفسه على هذه الصفات في هذه السورة العظيمة، هل هو متصف بها ومحقق لها أو مقصر فيها؟ فيتدارك أمره قبل الفوات. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.